الخير جميعا، كيف الحال؟ اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. باذن الله هذه راح تكون الحلقة الاولى من الحلقات اللي راح ابتديها واتكلم فيها عن مرض السكل سيل. الله يعافينا ويشافينا ويعافي كل من هو مريض يا الله بحق هذا الشهر الفضيل. الحلقة الاولى راح اتكلم فيها زين عن زواج الأقارب وعلاقته في مرض فقر الدم المنجلي، وهل هو سبب رئيسي أو سبب عادي مثل أي أحد الأسباب الثانية ولا لا. ومن خلاله راح أذكر وأركز على نقاط عدة. لما نجي ننظر إلى موضوع زواج الأقارب، هل إحنا المفروض علينا نلوم آبائنا وأمهاتنا ولا لا؟ هل هم فعلا اللي تسببوا علينا إحنا كمرضى بإصابتنا بهذا المرض زين ولا لا؟ هل كان بإمكانهم يتفادوا زين زيادة عدد الحالات في المنطقة من خلال رفضهم زواج الأقارب ولا لا؟ هناك عدة سؤال وسؤال، ولكن هل نلقى الإجابة الصحيحة أو الإجابة المنصفة المرضى؟ في الواقع زواج الأقارب فعلا هو السبب الرئيسي في إصابة المرضى بهذا المرض وزيادة عدد المرضى في المنطقة جميعها زين. ولكن يعني هل من حقنا احنا ان نلومهم لما تزوجوا، لما ولد العم اخذ بنت عمه ولا ولد خالها ولا ولد عمتها ولا اللي هو زين، هل من حقنا احنا نلومهم او لا؟ في فئة نلومهم وفي فئة ما نلومهم. الفئة اللي ما نقدر نلومهم هي فئة آبائنا احنا واجدادنا. زمن آبائنا وأجدادنا زين كان يعني تقريبا مثل العرف ان ولد العم لازم ياخذ بنت عمه، او مو لازم بس جرت العادة ان ولد العم ياخذ بنت عمه، ولد العم ياخذ بنت خاله، وهلما جرى. ولكن في هذاك الزمان كان في جهل نحو الأمور هذه، ما كان في سالفة فحص ما قبل الزواج أو اكتشاف الأمراض الوراثية وغيره وغيره. يعني أنا سمعت من جدتي تقول إن المرض اللي فيك يا ولدي ديك السنين، إلى أحد جت أزمة السكلسل وطاح نقول ياه الريح يتوي. فكانوا يسموا الريح أو مرض الريح أو ياه الريح وما يندرى ويش ياه الويع وكذا. وبالرغم من ذلك كان استمرار زواج الأقارب ماشي على ما هو عليه. ما كانوا يفكروا في عواقب الأمور أو يلاحظوا أن ترى لما ولد عم ياخذ بنت عمه ييهم ولد يا المرض الفلاني، ما كانوا ينظروا لها الأمور هذه. فالجيل هذاك الحفنة الزمنية هذيك ما نقدر نلومهم أصلا، يعني العلم ما كان متطور زي الحين والعقول والتفكير ما كان زي الحين، فما نقدر نلومهم أصلا. فاستمرت زواجات الأقارب إلى أن
جت السنة اللي الحكومة فرضت فيها فحص ما قبل الزواج، لما لاحظوا ان احنا كعدد امراض فقر الدم المنجلي او الامراض الوراثية وصل حده في المنطقة، زين، الى درجة ان المريض يطيح يودوه المستشفى ما يلقوا اليه سرير، زين، صار كأمر واجب ان عقد الزواج لا يمكن يتم الا بعد ما يصير فحص ما قبل الزواج، زين. وين المصيبة؟ هنا المصيبة، بعد ما طلع القرار هذا، زين، للأسف ان بعد ما طلع قرار فحص ما قبل الزواج، زين، للأسف في ناس، زين، أصروا وأخذتهم العاطفة وليس العقول إلى إتمام الزواج هذا، بالرغم من أن نتيجة فحص الزواج كانت غير مطابقة، زين، يكون هو حامل المرض وهي حامل المرض، حاملة المرض، زين، فتطلع نتيجة التحليل غير مطابقة، يجوا يقولوا لك لا أبغاها أحبها، زين زين، وين عقلك أنت؟ لا تخلي العاطفة تغلب على العقل، في أمور لازم نضحي من أجلها لتفادي، في أمور لازم إحنا نقدم تنازلات لأجلها وتضحيات لأجلها، لأن في مثل هالأمور أو في مثل هالحالات قد نتسبب في حدوث كوارث، والله العظيم أنا أقدر أسميها كارثة، الأمراض الوراثية قسما بالله العظيم إنها كارثة، زين، ما يفكروا هدولة على مدى الزمن البعيد ويش راح يواجهوا لما يتم الانجاب، لما تجيب ولد او بنت مصاب، زين، ويش راح يصير فيها، ويش راح يصير في حياتها هي وزوجها، لكن قالوها اللي في ايده في الماء مو زي اللي في ايده في النار. الان كل اللي تزوجوا، زين، من بعد نتيجة تحليل زواج غير مطابقة، زين، بعد ما الله رزقهم بيت أو ولد وجه مصاب، زين، بعد 4-5 سنوات هنا بدأ مشوار المعاناة، هنا بدأ تغيير نمط الحياة رأسا على عقب، هنا بدأت حالات قضاء أيام في المستشفى مع هذا الولد أو هذه البنت، زين، هنا بدأ للأسف الندم، أي الندم، زين، ما أدري وش أقول، طبعا أنا هنا أتكلم، لا حد ياخذ كلامي من أصحابي أو أقاربي اللي أعرفهم اللي تزوجوا من بعد صدور القرار هذا إن أنا أقصدهم أو أعني أحد، رجاء لا حد ياخذ كلامي إن أنا أقصده، والله العظيم إني أتكلم من ألم ومن حسرة ومن وجع قلب، تدروا ليش؟ أحد الأصحاب لما الله رزقه بولد وجه مصاب، أذكر أول ما طاح ولده جته أزمة سكلسل، والله العظيم يا جماعة الخير، أذكر كان في عام 2014 أو 2015 كنت مداوم في العمل، جاني الاتصال، زين، من الشخص هذا الصديق،
يمكن يشوف سنابي أو يسمعني. كلمني والله العظيم يا جماعة الخير إن الرجال كان يبكي، والله يبكي يا جماعة، إن شاء الله ما كذبت عليك. أنا اختلعت، فكرت لا سمح الله أحد متوفي، أحد من العائلة صاير له شيء وكذا. فأقول له ويش فيك فلان؟ قال حق علي ما أنا عارف ويش أسوي. قلت له ويش فيك؟ اللي يقول ولدي بيموت. ويش في ولدك؟ قال لي ما أدري، أنا في السيارة وياه ويصيح يقول ظهري ورجلي ويدي و و و و كان موسى كلسل وياه، وين أروح وإيش أسوي وين أولي بعمري؟ قلت له تعال المستشفى الفلاني أنا قريب. قلت له تعال المستشفى الفلاني أنا قريب منك زين، وأنا من الآن بطلع وبروح أنتظرك عند الامرجنسي عند الأسعاف. وجاء وفعلا والله العظيم شايل ولده في كمبل زين، ما عنده أحوال الولد. دخلوا أسعفوا مغذيات أبر مسكنات و و و طبعا لازم ياخذوا تحاليل دم. طلعت النتيجة زين المفجعة. قال له الدكتور نتيجة تحليل الدم إن ولدك مصاب بفقر الدم المنجلي، ولدك سكلر عنده سكلسل، وكانت هذه أول هجمة سكلسل الجيلي من بعد ما جابته أمه في عمر 4 سنوات أو 5 سنوات يمكن. لما الدكتور قال حق الأبو عن نتيجة تحليل ولده، والله أني ما قدرت أطلع على وجهه، حسيت أنه يعني الأبو على قولتنا قاعد يضرب أخماس فسداس، وقعد يلوم نفسه بينه وبين نفسه وما أدري إيش، وطلع برا. فبعد كل هالكلام وكل هالحديث أتمنى تكون هذه رسالة إلى جميع أحبابنا وأخواننا وأصدقائنا المقبلين على الزواج، بأن يا عزيزي يا عزيزتي زين، لما نتيجة التحليل الله لا يقولها أن تكون غير مطابقة، لا تتبع العاطفة بل فكر في عواقب الأمور، فكر في المستقبل، فكر في المستقبل، فكر في حياتك. القرارات المصيرية اللي مثل هذه لابد انك تتخذ قرارك بعد التفكير بعقل وليس بالعاطفة زين. لما تقبل على الزواج ويكون الفحص غير مطابق زين، قول الحمد لله واشكره ان الله ما كتب لك ان انت ترتبط في بنت الناس هذه، وهذا مو اخر المطاف. واشكركم جزيل الشكر على الاصغاء، واتمنى كل اللي قلته مفيد، واي واحد فيكم عنده سؤال او استفسار او كل شيء يرسل لي على الخاص او يكلمني تلفون او واتساب، عيوني ليكم انا زين. وهذه نهاية الحلقة الأولى زين، وإن شاء الله بإذن الله بكرة راح تكون الحلقة الثانية. الحلقة الأولى اليوم تكلمنا فيها عن زواج الأقارب، بإذن الله غدا الحلقة الثانية راح أتكلم فيها عن كيف تحدث هجمة السكلسل وما هي مسبباتها، كيف تحدث أزمة السكلسل اللي هو الآلام وما هي مسبباتها. أسلم عليكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية، والله يعافينا وياكم ومرضى المؤمنين إن شاء الله، وعسانا نشوفكم دائما بصحة وعافية. تحياتي ليكم.